هاي المدونة شهدت عدة تعديلات على يعني مدرعة أربعة ولا في 10 سنوات الماضية. اندراشن هي نتائج اللي لمستو خلال هاي التعديلات اللي ماشية بنفس الاتجاه اللي ماشيين فيه اليوم. اندرا كان جلبتنا مستثمرين جدد، شنو هي المعوقات اللي حتى الان واقفين؟ دراكانكم مع الوزير ما تشوفوا عن مشكلتنا، ما مشكله المدونات بقدر ما هو مشكله تحسين هذه قال الشفافيه وحاولت هذا اللي قالوا الفساد، محاوله القضاء عليه. خاصه على للاسف الشديد عند المستثمرين اليوماتية اكثر ثقتهم هم اليوماتية بالمواطنين العاديين يجروا ذراعيهم في الممرات الشركات من ثقتهم في اداراتكم اللي موجودين تحتهم. هذا يطلب من الدولة عن وجود آلية مشتركة بين القطاعات اللي داخلة في المجال، خاصة المعادن والمالية والبيئة، ياك تعود هماتية على الأقل مناخ قاد المستثمرين يعود معهم نقاش متواصل حول التحديات الموجودة عندهم، شنو ياك نعود نعزو هذا الموضوع. قطعا على هذا المستثمرين عندهم نادي ومنسقين فيه، إلا نحن للأسف شديد كدولة في هذا المجال إذا هو مازال مشتت جهودنا، كل قطاع عنده